مالك يا حبيبي، في ايه؟ ايه ده يا حبيبتي؟ انت ايه اللي صحاكي؟ اصل صوتك عالي قوي، افتكرتك بتنده عليا. لا ما بندهش عليك يعني ولا حاجه، انا بس كنت مبسوط اكيد بقى ما دام صوتي عالي كده. طب ما تبسطني معاك. خلصت ورق جامد جدا بجد يا محمود؟ سينما ولا تلفزيون؟ لا مسرح بقى. كتبت مسرحيه؟ ولسه مخلص دلوقتي حالا ستار النهايه. كويس قوي يا محمود. وهتقدمها للقطاع الخاص ولا القطاع العام؟ ولا قطاع خاص ولا قطاع عام، انا هقدمها بقى في مسرح الهواة، في مسرح الجامعة. الجامعة؟ طبعا الجامعة. في الجامعة بقى العيال الموجودين هناك متحمسين، نفسهم يقدموا الفن للفن، بس مش مستنيين منه بقى لا شهرة ولا مجد ولا اي حاجة خالص. يبقى الولد وائل بقى كان عنده حق. وائل مين؟ رئيس فريق التمثيل عندي في الكلية. النهارده في اجتماع اللجنه الفنيه قال لي ان انت مقدم تجربه في الكليه. الواد وائل ده واد فتان قوي. انا ما كلمني في التليفون قلت له اوعى تقول لحد، بس على فكره هو موهوب، انا من سنه اولى وانا متنبئ له ان هو هيبقى فنان جامد جدا. محمود ممكن اسالك سؤال؟ طبعا يا حبيبتي اسالي. هي الناس بتكبر ولا بتصغر؟ قصدك ايه يعني؟ اقصد ان محمود صبري ما ينفعش يرجع هاوي تاني، يلبس جينز وتيشيرت وينزل يعمل تجربة مع الهواة. تجربة ما اقدرش اسميها غير تجربة طفولية. الله الله الله، يعني انت من وجهة نظرك شايفة ان انا ما اعمل مسرحية في الجامعة دي تجربة طفولية؟ امال الكاتب الكبير بيعتبرها ايه؟ بص يا سامية، الانسان اللي عنده فلوس وغني بيزكي عن ماله، ده بيدي للفقير اللي محتاج. الفنان كده برضه، اما يلاقي ان في حد محتاج موهبته وخبرته المفروض يديها له. ده كلام أهبل وعبيط. أنا كلام أهبل وعبيط؟ من فضلك بقى يا دكتورة، يا ريت ما اسمعكيش تقولي كلمة أهبل دي، أنا فنان والفنان عمره ما كان أهبل. لا يا محمود، لما مراتك تقف جنبك تساعدك وتكبرك لغاية ما تبقى نجم كبير وفجأة تتجاهل كل ده وتجري ورا تجربة طفولية، تبقى ده كلام أهبل. كفاية بقى، كفاية بقى، أنت هتفضلي تعايريني طول عمري عشان أنت ساعدتيني. لو ساعدتيني يا ستي فألف شكر، انما تعايريني لا. بقولها لك اهو يا ساميه، لا. وطي صوتك، احنا حوالينا جيران. انت كل اللي همك الجيران، خلي الجيران يسمعوا، خليهم يسمعوا. اذا كنت سحبت فلوسك من البنك عشان تجيبي بيها شقه تعايريني بيها، انا بقول لك لا يا ساميه. انا الشقه ال 50 متر اللي انا بعتها عشان اجيب لك شبكتك، وصرفت هنا اهو ثلاث مرات قد اللي انت دفعتيهم في الشقه عشان تيجي في الاخر تعايريني بيهم، لا يا ساميه. انا مش تلميذ من تلامذتك، بشتري كتبك وبذاكر طول السنه عشان في الاخر تديلي تقدير. انا جوزك، جوزك اللي استحملت كتير قوي عشان المركب تمشي، لكن لما توصل الحكايه الفني واعمل ايه وما اعملش ايه هقول لك لا. كفايه كده قوي يا ساميه، الزمي حدودك واعرفي ازاي تتعاملي مع الراجل اللي انت عايشه معاه في البيت ده. مش هتخش الجامعه عندي يا محمود، مش هتلعب لعب العيال ده في الكليه بتاعتي. ايه الجامعه بتاعتك والكليه بتاعتك؟ انت كنت اشتريتيهم. لا يا هانم، انت لا اشتريتيهم ولا اشتريتيني. انا محمود صبري الفنان باسمي وفني وبجهودي ادخل اي جامعه واعمل الفن اللي انا عايزه. لا يا محمود، لو دخلت عندي الجامعه وعملت التجربه دي يبقى الحياه بينا انتهت. قصدك ايه يا ساميه؟ يبقى اتطلقني يا محمود. انت طالع يا ساميه.